وازيكم يا شباب؟ ايه معاكم؟ حلقة جديدة مع حبيبين. ان شاء الله النهاردة هنلعب لعبة فري فاير، بس مش هنلعب على الرويال وكده، احنا هنلعب على مود تاني خالص، اللي هو مود ضوء احمر ضوء اخضر، وهي لعبة حبارة. شباب حلقة تانية ان شاء الله هننزل فري فاير عادية، ان احنا نخش زي بابجي كده، نخش نقاتل ان شاء الله في مباراة الرويال دي. فيلا بينا نكمل. هنستنى كده اهو. اهو شباب يلا ابتدينا. لا 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 نينت ساق. المفروض اللي قدامي ده كان يتساق. انا واقف بصراحة عشان خايف، بصراحة عشان الدور خلصه، عايز اكسب. ايوه ده فضل دي على العالم. لما تخلص الاغنيه اللي عماله تقول لا لا ما تخلصها. طيب تمام. والله كنت مفكر انها هتساعد، اقسم بالله. بعيد اوي انا. خسران شوية من الوقت، خلاص 10 ثواني. والنبي خلصي. ستة شوية بس. المرة دي بقى هنلعب تاني ويا رب نكسب. عايزين بقى نجري بسرعة. بس حلو جدا المود الجديد ده في فري فاير، حلو جدا المود ده شباب، يعني عايش بصراحة اللي كل ما يعمل اللي هي فري فاير. 3 2 1. ساكو العروس، حتى شكلها يخوف يا جماعة. الأغنية مش راكبة عليها. والله ما اللي قدام اللي ورا بعض، اللي قدام خالص دول المفروض كانوا يتساقوا. اتساقت. عملها لايك طبعا، بس هي حلوة، بس صعبة. آخر جيم يا شباب، اخر جيم، واحتمال بقى هنلعب بعدها كده جيم فري فاير، مش حلقة جاية، لا هنلعب المرة دي عشان خاطر عيونكو بس. وطبعا استعدوا عشان الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنزل في وابجي، مش الحلقة اللي جاية يعني، الحلقة اللي جاية اللي بعديها هنزل كده
في ببجي كله قدامي ماتوا. مهم حنزل في ببجي مود الزومبي. هقولهم مستعدين يوخ شباب، كل دول بيتصعقوا. اهو ايوه تمام، متصعب ده باين جدا انكم بيتحرك. وضعنا تمام شوية، بس في مسافة كبيرة اوي ما بينه وما بين الخط شوية. بس كده انا هو 4. عملت بسرعة بس هي النهاردة كل دماغ يا شباب. عودة يا شباب، هنلعب بقى جيم فري فاير بقى مسلة يا جماعة. في الرويال في ايه؟ باترو يا شباب، يلا بينا. طب هرجع لكم يا شباب بعد ما نخش الجيم. وادينا يا شباب وداخلين، انا يا دوبك عملت توقيف مؤقت، راح داخلين على طول ما لحقتش اصلا. That's the sound of the victory. After it's all done, you'll remember me. To the max, to the max, to the max, to the max. I'ma take it to the max, I'ma take it to you. To the front, to the back, to the front, to the back. I'ma take it to the max, I'ma take it to you. To the max, to the max, to the max, to the max. I'ma take it to the max, I'ma take it to you. Alright, so I'll see you in a minute. Battle Royale, Cotton. هننزل هنا شباب، طبعا انتوا عارفين مود فري فاير، وان شاء الله نكسب الجيم ده. في اسلحة هنا شباب بحبه جدا. حاجة ان هنا عادي ان انت تشيل 3 اسلحة. لا الواضح انه مش مسموح غير سلاحين بس، مسدس كمان مسموح. تمام بس شباب كده خلصنا المكان ده.
سايبك 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 سايبك. بس لا ايه ده، هو فين؟ هو فين اهو؟ يا شباب هنجري طبعا شباب، هنا هنقعد في البيت ده لحد ما المنطقة الآمنة تظهر، اللي هي الدايرة اللي بتحمينا من الزوم. او انا مش عارف اسمه ايه، فري فاير بس تقريبا برضو زوم. ايه ده، فين ضرب النار ده؟ فين فين ضرب النار؟ شوف كده فين ضرب النار؟ جيتلكوا مع الشاشة بس كمان عشان الموبايل كان هيفصل، حطيته في الشاحن كده شوية، حطيته في الشاحن وقال بلعب بس عليك. ما بتموتش ما بيموتش يا شباب، ايه اللي بيجي على الشاشة ده عند وشي كده؟ ايه اللي بيجي ده؟ المهم كان في هنا واحد هنا شباب في ضرب نار، شفت 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 تقريبا هو، ايوه هو وبس كده شباب خدين عليه. يا لهوي رايح فين؟ طيب كويس شباب، انا بقى في المنطقة دي همشي هنا كده،
معايا دراع، معايا حلوة شبابي، مش محتاج دي خالص. بس شباب انا مش بدور على حد، انا مش قادرة الاتنين، عايزة اقتل زيادة. يا جماعة انتوا شايفين اكيد البتاع البيضة اللي بتظهر عندي على الشاشة دي، مش على فري فاير، عندي انا بتظهر عند وشي من تحت كده. اللي يعرف دي يكتب تحت في الكومنتات وايه حلها. مفيش حد يا شباب، مهمة صعبة يا شباب لأني مش لاقي حد. نفسي تخاف ان انا اتقتل فاخش انا في البيت ده كده. تمام شباب، بس عشان اخد لي من العلاج. اللي كمان شوت لعيبة عايز يبقى هيلث مكتمل. دلوقتي ما فيش معايا غير 4 طبعا يا شباب، على كده الحياة فوق اهي بالازرق فوق صورتي كده. ما فاضلش معايا غير 14، انها 15. بس يا رب الاقي واحد اتنين كده اخطفهم في السريع. انها مش قتل الاتنين يعني، مش كمية اللي هي هو يعني، لو كسبنا يكون الحمد لله يعني، بس يعني نخرج واحنا قاتلين كمية كويسة. اللي دخلني هنا اللي لفه شوية. أربعة 4 فجأة كده ماتوا يا شباب، وانا 4 مين دول؟ ماتوا 6. في دروب هناك يا شباب، ولا واحد هناك، واحد هناك. تعال حبيبي تعال، انت رايح فين؟ ايه ده راح فين؟ يا سوسة، شو ما اعرفش اجيبك، هجيبك ده بعينك ان انا مجيبكش. ده جاي، ده جاي، ده جاي، الزوم جاي. هموت. واحد هناك يا ولد، تعال بس خلاص اجري. انت رايح فين؟ طلعنا يعني قاتلين 3. يا رب ما نخسر. اجري اوح يا بطل، كافح. مش هتخسر ان شاء الله، فضل قد ايه ونطلع؟ مش كتير. طلعنا الحمد لله يا شباب. انا قلت خلاص انا خسران. ف
فاضل واحد وانا شفت ثلاثة شباب، يا رب اعرف اجيبه. انا شفته طلع هنا دلوقتي. يا عم اجري بقى، بحتاج دي. الواحد ده كان هنا دلوقتي. ايوه شباب، انت فين يا سوسة؟ اوف حبني الذين تعالى وكسبت يا شباب. دي بدايتنا في فري فاير يا شباب. طبعا فري فاير احسن من بابجي بكتير. في فري فاير طبعا انا كسبت عشان انتوا بتتفرجوا طبعا على الفيديو بتاعي، واكيد نزلت عملت لايك واشتركت في القناة وفعلت زر الجرس. بس اللي لسه ما عملش، اذا صاحبي يعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. جواز مطورة حلو جدا حسنا. تمام. طب طيب شو هقف لحد هنا. فعجبك الفيديو متنساش باب اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. ويلا سلام.